باللغة العربية هيزعلوا. اه والله. نقولها ولا بلاش؟ هقولها لك عشان تبقى عارف بس كلمة فنان باللغة العربية معناها ايه. فنان، فنان لما ترجع للمعجم اللغوي يقول لك كلمة فنان يعني أعزكم الله حمار متوحش، حمار مفترس، واخد بالك؟ دي كلمة فنان ده معناها، واخد بالك؟ وإنما الصحيح، ودي تسمعها في كلمة قل ولا تقل، الصحيح أن تقول مفن ولا تقل فنان. يبقى كلمة فنان يعني حمار متوحش، ومفن يعني فن، يعني اللي هو اللي بيقدم الفن. وإحنا بنقول لأهل الفن إحنا مش بندعي عليكم، إحنا بندعي لكم بالهداية، وربنا يا رب يهديكم ويشرح صدوركم للدين الحقيقي بجد، ويشرح صدوركم للخير، لأن اللي بيقدم الآن واللي بيتحكي لنا من بعض الشباب عما يقدم الآن في الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، أنا في اعتقادي إن ده ملوش علاقة لا بفن ولا بدين ولا بأخلاق. وسامحوني على الصراحة دي، وأنا لأول مرة أتكلم في هذا الموضوع. الموضوع زاد عن حده قوي زيادة عن اللزوم. لما يجوا الشباب يحكوا لنا يقولوا إن في الأفلام، كل الأفلام الآن بتدور على حاجتين: تعليم الناس فن الإجرام بكل أنواعه، سواء كانت سرقة، سرقة أو تزوير أو احتيال أو نصب أو تزوير أو أي حاجة من كل أنواع النصب بكل أنواعه وألوانه، أو تعليم الشذوذ الجنسي بكل أسف. النهاردة قرأت في إحدى الجرائد إن اتنين من المشايخ، كبار المشايخ، رافعين قضية على بنتين من الفنانين اللي موجودين على الساحة. الاتنين طالعين في مشهد من مشاهد فيلم من الأفلام اللي بتعرض الآن، ولا أحب أن أذكر اسم أحد لأن أصلا ما أعرفهمش، لكن مجرد بس قرأت النهاردة في الجريدة، الاتنين في الفيلم وفي مشهد من مشاهد الفيلم بنتين يمارسوا السحاق، عياذا بالله. ايه معنى كلام زي كده؟ ايه معنى ان نجيب بنتين يمارسوا السحاق قدام الجمهور، قدام المسلمين؟ ايه معنى الكلام ده؟ معناه ان انا بدعوهم لهذا. ايه معنى ان النهارده الفنانه اللي عايزه تشتهر هي اكبر واحده، يعني اكتر واحده عايزه تكون مشهوره، هي اكتر واحده عندها قدره على اظهار اكبر جزء من جسمها. النهارده ما بقاش فن ولا بقت اغاني. يعني زمان، وان كنا نعترض اصلا على الاغاني والمزيكا، لكن بقول زمان كانت المطربه بتطلع محتشمه وان كان اصلا حرام، يعني شوف انا بقول ايه، ان كان اصلا طلوعها اصلا حرام، لكن بقول كانت بتطلع غير كده خالص، محتشمه والكلمات في الحب والغرام، يمكن كلام حتى مؤدب، فاهم ازاي؟ انما دلوقتي حتى كلمات الاغاني كلها جنس، كلمات كلها في قمه البذاء. والنهارده تلاقي واحدة لا ليها صوت ولا أي حاجة، مجرد بس مؤهلات النهاردة الفنانة أو المطربة النهاردة اللي بتطلع في الكليبات والكلام ده كله، مؤهلاتها الوحيدة حاجة واحدة بس: عندك استعداد تتعري، عندي استعداد، خلاص يبقى هتفنانة كبيرة. ويطلع المطرب النهاردة لا ليه صوت ولا صورة، بس صوته عامل زي شكمان العربية المخروم كمان، فاهم ازاي؟ ولا ليه صوت أصلا، وتلاقيه بس عشان طالع في كليب كده حواليه 12 بنت عريانين، والناس قاعده يا دوب بتسمع رأى حلل، واخد بالك، وبيتفرجوا على اجسام البنات، وهم اصلا لا شايفين مطرب ولا شايفين اي حاجه، ويقول لك اغنيه زي الفل. ليه؟ عشان فيها كميه بنات عريانه. طب ما الناس دول داخلين بيوتنا يا جماعه، ازاي انا افتح على نفسي باب الشر ده؟ ايام ابائنا وامهاتنا واجدادنا، مش هنروح بعيد، يعني مش هنقول لك مثلا ايام النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ايام امي وامك ويدي وجدك وستي وستك، يعني في خلال المئة سنه اللي فاتت دي، كان معدل الجريمه في بلادنا يعني بدون مبالغه كان يعد على الاصابع. الان تعال اتفرج كميه السجون اللي بتتبني الان في البلاد، في البلاد الاسلاميه اكتر من كميه المستشفيات ودور الرعايات للاطفال والكلام ده كله، كمية سجون رهيبة جدا لزيادة نسبة الإجرام والانحراف والشذوذ. ليه؟ بسبب الإعلام. إعلام توجه وركز على حاجتين معينين، وبكل أسف زادت نسبة الجريمة. اسأل هات شاب النهاردة ارتكب جريمة سرقة أو جريمة اغتصاب أو إيه، قول له عرفت منين لك من الفيلم. أنا بنفسي جلست في يوم من الأيام مع بعض الشباب اللي كانوا مسجونين،
جلست مع قدر كبير من الشباب دول وقعدت اتناقشت معاهم ودردشت معاهم ايه، وده كنت عامله في درس اسمه حوار مع سجين، وهبقى اقوله لكم قريب ان شاء الله. بقول له ايه السبب اللي انت يعني ايه اللي وصلك للسجن؟ شاب صغير لسه عنده مثلا 18 سنه، واللي عنده 20 سنه، واللي عنده ده، انا قابلت شاب عنده 27 سنه ورب الكعبه بيقول لي انا مسجون بقالي 11 سنه لسه خارج، يعني اتسجن وهو عنده 16 سنه، طلع وعنده 27 سنه، 11 سنه مسجون، تخيل. بقول له ايه السبب اللي قال لي الافلام، اتفرجت على الافلام شفت البطل بيعمل ايه وبيسرق ازاي وبيطفش الخزنه ازاي وبيعمل ده ازاي، فحبيت اقلده. فانت عمال تفصل لي الجريمه النهارده في فيلم 3 ساعات وتقول لي لا معلش عشان بس ما تظلمناش، انا 3 ساعات